ضربه الجزاء الراسيه خطيره ابو مهند وخطيره الله النوارس النوارس معروف المدارس باسم النوارس علاء عبد هاني بالمرمى علاء اوه جول للنوارس هدف للزوراء على طريق كرة اللعب خطيرة خطيرة للزوراء والثاني ثاني 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 للنوارس الزوراء التمرير الى حيدر خطيرة 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 وخطيرة وثالث ثالث 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 للنوارس عن طريق علاء عباس هاتريك لهذا اللاعب علاء عباس الكوفة يستسلم خامس لعلاء عباس سوبر هاتريك قلت لكم في اخويا صافي هادي محاولة إلى الأمام إلى أحمد جلال المتابع الآن يا الله جول إيش كثر حلو فعل رابع أهداف الشخصية أول أهداف الزوراء علاء يسجل كل الفئات حاضرة هذه الكرة من هناك لمصلحة نادي الزوراء من الجهة اليمنى هذه عرضية العودة الله حلق ملعوبة على القائمة القريب عدت مرة تصويب الله سجل الجهة اليمنى زورائية ممكن بعرضية طويلة راسية جول 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 كم أنت رائع يا علاء جول تعرض إلى إصابة يدخل الآن رأسية كرة الله هو علاء عباس هو علاء عباس هذه كراته وهذه رأسياته التحضير تمرير إلى علاء عباس الله علاء عباس فرح كل الناس كرة ملعوبة جبار خطيرة الكرة خطيرة بحث عن علاء عباس على خلفية جول الله على هذا الهدف الله على هذا الهدف اللي سجله علاء عباس بهذه الطريقة الجميلة خطأ بالفعل قدم للأمام والمحاولة لتسديد الله في الجول انطلاقة والبحث عن كرة عرضية في الجول هذا الشكل ولا تستغل هذا الأمر هذه مصيبة مصيبة الله تعدي عادت على طريق الجلال يلعبها عرضية وين التصويبة للفريق العراقي الكبير يصل حاولة خطيرة للزوراء علاء عباس علاء عباس كلما يزور البصرة يسجل علاء عباس هذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء على الطير الله ما أجمل هذا الهدف الله ما أجمل هذا الهدف علاء عباس هذه كراته هداف نادي الزوراء العراقي يسدد كرة شوف السرعة شوف السرعة شوف السرعة يا سلام يا سلام على تمريره الله مزيكا يا زوراء مزيكا يا زوراء مزيكا يا زوراء
يا على الهدف الرائع. لا 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 مهند مهند وعلى اتصل لصالح نادي الزهراء خطير. يا في اماكن نخشى ان نضع رجلنا فيها. كرة بتلعب الامام. ياه هذا الزوراء اللي يحجر راسه وين ما يبي. عفوا هذا الزوراء الذي يحجر راسه اينما يريد. شوف 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 وين دفاع نادي الطلبة في هذه الكرة. وين دفاع نادي الطلبة في هذه الكرة ليسجل الهدف الخامس. ليسجل الهدف الخامس. يضيع على فريق هذه المحاولة هجوم مرتد الآن. محمد رضا محمد رضا خروج لأمجد رحيم. محمد رضا الثالث 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 الثالث. المصابين موجودين الآن في دكة البدلاء ومحاولة الآن للزوراء بخطأ لعباس طالب ممكن يستغل على عباس وهدف. هدف 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 أول للزوراء. هدف أول للزوراء. خطأ لحارس المرمى عباس طالب القادم من الديوانية صاحب النتائج المميزة الأخيرة. ومحاولة لهدف ثالث ثالث للزوراء. ثالث على على يعتلي نقل الكرة العرضية لا وجود التسلل على جول ناحية اليسرى السيف العرضية الراسية هي جول جول.